عندي مهم لعيلك. اعطيني عنوانك وانا بجي لعندك. عرفت انه حضرتكم طالبين موظفين. عايزين موظف واحد اوفيس بوي. شو جرى؟ شو مستعجل؟ واصل على سوق المعارض. تعال وانا كمان بروح سوا. ما عندي حل تاني تقولها الشركة والمصريات الا اذا عبالك تبقي مع رجال فقير. الاستاذ سامي ناطرك جوا بمكتبه، تفضل. ما بدك تردي على التليفون؟ 100,000 قبل العملية و200,000 بعد العملية. بهيدا الظرف في مفتاح بيت، بيتنا أنا ومرتي طبعا، ومع المفتاح في خريطة. قولي له للاستاذ سامي إذا مشيت من هون ما بقى أرجع. شو يعني؟ لازم نخاف؟ مين هالمزعج؟ يمكن هيدا الفنان يلي بده يشتغل اوفيس بوي. بعتذر على الازعاج. مين هالمزعجة؟ سهام الغبية. مين يعني؟ لك هيدا اللي بتنظف بتلم الزبالة. وشو بدها هالمسطولة؟ بتعرف شو؟ رح اقتل لك مرتك. الشخص الغلط بالوقت الغلط والمطرح الغلط. يا ست نور! من وين بتعرف اسمي؟ يا بتوقفي هبل وبترجعي معي اللي بعرفها، يا اما بتصيري رقم 2 على ليستة صاحبنا القاتل. بس يا ست نور انا جاي اخلص لك حياتك. من وين تعرف اسمي؟ من استاذ سامي الرئيس. من وين تعرفه لجوز سامي؟ امي بتشتغل عنده بالمكتب، اسمها سهام. مش رح ارد وهيدا رح اتركه وانا مسكر. بيكون افضل. شو هي الشنطة؟ هيدي شنطة المصاري اللي وصلت لي بالغلط. تعال خليها معك. نور فيها كثير مصاري. وانت بتستاهلهم، بعدين بدك تستقبلني عندكم بالبيت 3 ايام. انتبه على حالك سامي. انت انتبهي على حالك معي.